هناك سماحة السيد الوالي ومن يهمس إلى الوالي أن الإرهاب بين ظفرين هو ظاهرة وهو إفراز موضوعي لواقع متخلف وواقع متعفن. أنت أيها الوالي إن لم تسارع في حل المشكلات فسوف تجد ظواهر ومعطيات أخطر بكثيرة من الإرهاب. هذا ملف متراكم، هذا ما تفقش على هذا ملف متراكم. في كل يوم يزداد إليه ملف آخر، من الفقر إلى الهم. سيدي بوسيس، الولاية الوحيدة التي لا يوجد فيها معمل محترم، سيدي بوسيس كان مبرمج فيها معمل كافل وعباده الذي قيل انه يشغل 3000 عامل، تم نهب هذا المشروع والاستيلاء عليه. سيدي بوسيس كان مبرمج فيها معمل حليب. Let's see.